هلا وهلا، شلونكم يا احلى عائله؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم راجعت لكم فيديو شويه مختلف، بس فيديو احنا البنات كلنا نحبه ونعشقه. اليوم راح افتح وياكم كل هاي الشغلات اللي دا تشوفوها، يعني كلها مشتريات وشغلات. طبعا اكو بيها شغلات الي واكو بيها هي الاكثريه شغلات للبيت، لان تعرفون انتقلنا للبيت الجديد واكيد يحتاج لنا ديكورات شغلات، يعني ما راح احرق عليكم الشغلات، فراح نفتحها سويه. ما يحتاج حرق لان حرقتي قلبي. طبعا انا يعني سويت هي على طريقه اساني تفاجأت قبل ما تحكين، سوري اقاطعك، بس والله تفاجأت، يعني شيء على شيء، ما ادري شلون انت اشتريتي ذني بالكارت اندمرته واني ما حاس. تدري شلون ما حسيت؟ لانه انا يا حبيب قلبي كنت كل اسبوع اطلب طلبيه وانتظرتهم بدون ما احس. اي وانتظرتهم يجون كلهم حتى اسوي بيهم فيديو. فاول شيء خليني اجيب هذه، لانه هذه فيها شغلات مساحيه. والله من يذبك بالنار. لا هسه انت من تشوف الغراض راح تقول لي برافو تصفيق. والله ما راح اقول. اول شيء راح نجيب هذه القلابيه من شي ان بنات، شي ان طلع فيه قلابيات ورخيصه رخيصه رخيصه، هذه يمكن ب 15 يورو، ما بيها حل البسها. حسبي الله عليك يا شي ان. ما بيها حل البسها، بس هيك شكلها طراني رادلها توي، شبهها كلش حلوه. اقول لك ساره الاضاءه فاشله شويه، سوري. خلينا نقلب جهتنا العادي. لا دقيقه عادي، اخليه هيك عادي اليوم. الإضاءة كلش غادرك، الضوء وراك وانت هيك تطلعين شوية سموها. ماشي لعد وقفة، خلينا نوقف عكس وقفة. دقيقة بالله. القعدة. القعدة؟ إي. ماكو أمل، الإضاءة الظاهري ما راح تتعدل صدق. ما تتعدل إي. يلا. بالله هيك زين، هيك شوي روحي لغادة واحكي، بالله واو ما حلوة. لا حلوة حلوة إن شاء الله. لا خلاص خلينا نقلب القعدة على الباب عادي، طفيها هسه نفتح بسرعة. يعني نقلب القعدة شلون رجلنا فوق وراسنا جوا؟ إي مثل هذا البيت المقريب. يلا طفيه خل اسويه. ماشي رجعنا هنا، هم على مود الاضاءه وهم على مود المكان، ما اقدر افتح هناك. فنكمل بثاني قلابيه، هاي ثاني قلابيه همية. ابحثوا على القلابيات اللي بشي انت رجلنا، هذه نظام مغربي نفس القفاطين حتى اللي احزان. ارفعي شوي بالله، ارفعي. ها؟ ارفعي من اللي جوا لو ما يحتاج. هيجي؟ واو حلو. لا تطلع جواريبي حمراء. ما لا هذا توني نزلته. اوكي. هسه نجي على القطع اللي بعدها. يا الله بداية خير، بداية خير. عود حاسبين على فلوس نسار على الاقل. عادي حبيبي اني رجعي لي فتشم يورو. انا غنية واحب الهدية، استاهل كل الهدايا. شوفوا هذا سابقا اشتريته وكلش عجبني. وسابقا ولاحقا وكل وقت. بس بوقتها جبته لون رصاصي او رمادي. صراحة هاي حلو. اي بس شنو؟ هذا يرهم ويا لون غرفتي، فالرمادي راح اخليه بداخل الكنتور، يعني المجوهرات الثقيلة والمناسبات، وهذا المجوهرات اليومية اخليه ظاهر على مود يرهم ويا الغرفة. واو. ماشي. كسرنا البيت. طبعا انا ما اشتري شيء مو مفيد، بس محمد مو راضي يقتنع طبعا. يعني. شنو هذا؟ هذا بلوز او تيشيرت. وانا شالي اوكي يجوز مفيد. بس هذا التيشيرت كانت من علي اكس سمول. وات؟ تخيلوا هذا اكس سمول؟ اي بس بعدين انت برا ما شفت التعليقات طلع من هذا الموديل اللي يكون عريض، يعني ما اعرف شو صح ولا لا. فهمت. فعادي مو رخيص. صح انا صاحبتي القديمه كانت تلبس. هذا لان كل العالم يلبسوه يسوون يجهزوه على تيك توك، وانا ما عندي شجاعه اسوي، قلت اشتري الطاق بلكي يصير عندي وقت ما اجهز وياه. صدق؟ والله شوفوا رجلي هذه الله يستر خلف الكواليس. يعني شلون اجهز وياه؟ يعني من يصورون شيء؟ اي يعني يتمكجون وياهم على تيك توك. بس انا ما اعرف مكياج وياهم، دائما اتمكيج بوحدي لانه مكياجي كله بالسياره. عبالي قصدك اجهز وياي شلون احضر الحفله الزوجي وهيك شيء. استغفر الله العظيم. هذه مال تراتشيات بس مع الكيوتي. وات؟ مثل مال ملابس. اي ما راح خلاص فيها حلوه. يعني شوفي من تريدين تصرفين فلوس وحتى اي شيء تافه عادي، بس اهم شيء تصرفين ما شاء الله. اي وبعدين. اي وبعدين. تنعم الاظافر وتخليها تلمع بدون صبغ، شايفين هذا الصبغ اللمعه هاي بدونها وهي تلمع يعني. هاي شنو تبرد لو تلمع؟ اي تبرد. تبرد. اظافر شيء تموت، صدق حلوه. دقيقة ثبتي ايدك خلي اقربه. يا. شو ما يطلع صافي؟ على العموم. على العموم عادي. وهذه شايفين هذني عيني المشهورات كلش، وهذني اللي يروح على الصالون يسوون يجي سحبه ويربطوها بالشعر، فجبت لك خليني اجرب قبل اني واحد. صدق والله. يعني اكبر غلط تصورين او تفتحين اي شيء. اي شيء عادي، اي شيء ما مجربته يعني عادي، جربيه جربيه. اهم شيء الفلوس تروح. اهم شيء هذا كفر، يعني هذا شيء مفيد حبيبي، قول مو مفيد.
طبعا انا لسه يشوفون الفيديو عبالهم يعني انا داعش انا ذني ترى هاي بس علاقه مو هوايه اوكي بس على اربعه بعد مثلا يعني خمس شغلات خمس كياس وكراتين هذا يوقي التليفون من الماء لانه اسم الله الرحمن على اساس نروح مدن مائيه بس احنا ما صار عندنا صيف السنه كلها كان اكو صيف بس احنا ما رحنا لان انتقلنا اوكي هذا هم كفر عادي هذا ما شاء الله كفر انواع واشكال اوكي هاي شوف حتى لا تقول ما اشتري لكم هاي الاطفالك حتى يفرشون اسنانهم فوق وجوا بدون تعب بس يحطوها شخ 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 لان الجهال يفرشون الجوا ما يقبلون لا حبيبتي انت تفكرين بي وما ادري صح مكياج شقمان بسوي لكم فيديو خاص وسوي توتوريال كامل هذا هم شقمان دخل ونطلع شقمان بعد ما نشوف شكو بعد خبيث باقي العلاقه كلها مكياجات هذه اصور لكم اياها فيديو بعدها حتى نجرب مكياجات اللي انتم فضحين الله يدري ايش قد مشتريه لا لا قليل بس يعني مكياج شلون وحده تجهز ما عندها ولا مكياج جهزت نفسي ولا مكياج وهيك تجهز هاي حسبي الله يقول عليك وهاي همينه مال شو اسمه مال اجهز وياها الطوق يحطها منا ومنا انا يعني ويا الطوق ترقب انتوا اجهزوا وياها ما عليكم بعد شنو تجيبوا والله هذا شيء سلاخ يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بدايه خير نبتدي باول قطعه والله انا ما اصرف فلوسك على شيء تافه لا لا انت بس مجرد انتوا النسوان اللي هيك تسوون واهس للرجال الزوجه الثانيه بس وانت اصلا لازم تحمد ربك وتشكره عنك واهس تسوي شوف الجمال هاي شوف شوف يعني كلا. شغلات اي شيء اي شيء ما بيها يعني ما محتاجتها بس يا اوكي لا هذا هي حلوه هاي كيوت احنا نعلق رف فوق التلفزيون صح هيك ورجلينا صح هاي كيوت واحنا عندنا اطفال اثنين بالله خلي اشوف فوق التلفزيون هاي عرف عرف هاي اني وساره واولاد اثنين حلو حلو واللي فراغ اللي بداخلنا شنو هاي؟ فراغ المعده يعني جوعانين؟ اي والله دائما تقول ما فينا تطبخ لي واني اطبخ دائما انا جوعان زين ليش ما هم سووا مثلا رجال بالنص واثنين واحده منا واحده منا هذا اشتريته عندي فتخومه دي ابيض بسوي بيه التغيير حلو نجح نجح ما نجح عادي تبغى رخيص شيء رخيص انا هاي هاي من تموتني تغلف التابوت بي شوفوا هاي كياتي يا الله هذه جبتها اريد واحد مفتوح ما طويل حتى ما افتح كله وتعب هذه جبتها للمطبخ باعوا مع العلم عندي طبعا بس ما يخالف لا ما عندي اخلي بها الزاهي وهيك والله العظيم عندي والصابون حتى يطلع كله يعني بس مو نفسه سيت كامل لا نفسه بس هذا مكيس يعني عندك اعترفت 1-0 سارة عادي عادي هذا شنو هاي خواشيق مال سلطة ذهبية هواي قالوا لي الهدية ذهبية ذهبية هواي قالوا لي عبالي مشتري تنطيني هدايا همينة ما شاء الله زيادة خير ما متذكرتك التشريع مع الأسف أدري أدري أنا أنا ولا شيء أنا تافه بحياتك حاليا لا لا والله يلا عادي أنا جبت هاي التغييرات المطبخ والله دير عدليها حتى تبين اللمعان هيك شوي على الشمس بالله شوف تلمع لا هي لا هي تلمع بس هاي حاطينها لاصق ها ما أدري سارة مو زينة مو ماما مو زينة ماما نيت كوت لا ماما قلت هذه للهمبرجر على مود هيك ورق زبده خاصه انه اي شيء ما نحتاج اشتري عادي ماما الياس كل مره نجيب له هيك معون صح صح والله صح هذا على مود اسوي لبنه في بدايه خير بدايه خير اقولكم هاي على مود الحلويات والكيك تعرفون 24 ساعه اسوي كيك على اساس ما عندك اوكي فلنفرض ما عندك بس هو عندك هاي نفس ديك شفتوها قبل شوي شنو شنو بشرفك شوفيهم شوفيهم زياده خير الديكور الذهبي هاي شو اسمه اشتريتها وتندمت لان اكتشفت اكتشاف شاجب تندمتي اول مره انه الحديد تزنجر من الداخل فطلع والله العظيم عندها نفسها اوكي من الزنجرت ليش رحت اشتريتي وتندمتي ورا ما اشتريتي يا عيني هاي للحمام هسه لان اشوفكم ليش للحمام وهذه على مود الياس يريد نسوي كعك فاشتريت حتى ما يخالف يستاهل حبيبي هاي مال كيك لانه ما عندي ابد ما عندي اكيد للياس مو مشكله عادي هذه انصح كل وحده تشتريها والله كل شيء ممكن معه شنو هاي؟ انصحين انا من اشوف شنو جوز يفيدني هذه يعني انا صراحه ما احب اجي اعجن على الكاونتر مباشره حتى احنا من النفه نستعمل ما يخاف هذا مو باي باي هذا الشيء المفيد والله العظيم مفيد فيها كيماويات فهاي تنفرش وتنغسل هاي ما راح اقول شيء كلش كبير صراحه هالمره تستحق انه انطيها واحد هسه صرنا تعادلنا واحد واحد هسه كل المفيد جاي ديك الاشياء تافهه صدق بالتعليقات اللي وصلوا ويشوفون كامل راح يعرفون ليش قلت واحد واحد صرنا تعادل واللي ما شايفين عيدوا ارجعوا للبدايه شوي راح تعرفون هاي راح افتح بهن بسطه كاسات ذهبيه
هاي ليش؟ مو عندك كاسات؟ الله ليش هوكم وجه محمد ورا؟ أدري مو عندك كاسات أنواع وأشكال؟ للعزايم من أسوي عزيمة. عدها زجاجي، عدها فخاري، عدها ما أدري، عدها بلاستيك، عدها كل شيء عدها، كل شيء عدها. هسه من حاله بالبيت ورا لو سويهم صديقتي راح تجيني خطار. أي هي قالت محمد جيب هاي صديقتك خلي زوجها وتعاوني بالبيت، هي قالت أنا ما عليه. قياس صراحه خلي احترف قبل ما يحكي. عدها 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 والله عدها بس بدي اسوي مطبخي زين. اهم شيء اصرفي اصرفي. برافو عليك حبابه انت. يا الله بدايه خير. بعد بعد حبيبتي بعد اليوم لو انا انجلط لو هي فد يوم تموتني يعني هي متقزطه. هذا الثالث هذا قليل باع ما بلبس باكيتين بس ما بعرف ايش. ولك سامر دير بالك تتزوج. تتذكرون مال الحمام نفسها جبت تتذكرون كان عندنا نفسها وهم جابت جبت نفسها تصير هيك لان حمامي بخشب وابيض واخضر فهذا على مود كله يطلع ديكور واحد لون واحد. واو عفوا حمامنا القديم شلون صممناه انا ومحمد. yes, هذا yes, الحمام هذا يس اوف كورس عزيزتي اكزاكتلي اعداء النجاح عليك. اعداء ومنو خراب البيوت انت. يا لك ما فتحنا هذا المبلغ. ولك هذا دامي بوك غراض تعلق هاي بفلوس. لا 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 شباك شبس دا ياخذ خطير. اوكي بوك شبس حبيب العافيه. دقيقه اوف اللهم باع الجمال هاي خليها من المطبخ طبعا تجي باع الجمال باعوا رجل سارة شلون راح يموت. وين اقول لك مناوي مخططه وين تدفنين لو شنو؟ كيف تكتب بالعراق تريد النار كل يوم ياخذ؟ والله ما ادري على مزاجك انت. يلا هنا النهبه الكبيره بس هاي لازم اخليها على الكرسي لاني بقى لازم بنابلس تدفنيني بنابلس. نابلس بفلسطين. يمه وقعت الخواشي. محمد اسكت راح تتكسر غراضي هاي فلوسي كلها انا مشتريتها. اتعب اشتغل ايش كم ساعه برا البيت وانتم نايمين وانا شفتوا ما همها انه وين اموت وين اندفن رجعت للغراض اهم شيء غراض علي قالت يمك. كتب ديكور كتب ديكور اي من هذا بالله جو خلي اقرا الكتاب توم فورد شايف اللي هم كتب ديكور هم اللي جيب داخله تخزين كلش حلو حلو صراحه منظره حلو. تتذكرون هاي اللي شفتوها قاعده انا جبتها قلت اذا ما مسك زين اخليها فوق الكتب وتقعد زين والله حلو بيصير اكتب كتاب معاناه الرجل الشرقي مع الزوجه الشرقيه اكتب ما حد واخليه بي ما حد يشتري وداك عيونك كل الرياجل يشتروه. هاي تتخلى وظائفنا. الشباب العزابي يشتروه. قرب عليك. بشرفك بس دقيقة. العزابي يصوروا حتى ياخذون فكرة عن الزواج. حلو هاي الفكرة. ماشي يلا خلي العالم لا تتزوج، خلي العالم تعنس من ورا. يا بلا تتزوجون. هاي انتم تقدرون تشتروهن ترى إذا احتاجيتهم ما يحتاج للزوجة. لا لا إذا أقول لا تتزوجون هسا البنات يضوجون. يقولون لا إذا ما يتزوجون الشباب احنا شلون نتزوج؟ إيه. هسه راح يسبوني اخاف. لا بنات بشرفكم ترى عندنا نتشاقى والامور على محبه الله. هاي هسه انت راح تحبها والله انا ادري فيك انت ذويق وتحب الذوق الجميل والاشياء الرهيبه. ماشي. يا الله. هاي تلميع على مود معكي طبعا. صبغي بيه والله كريم. بسم الله ما راح يشاور بيه. اعوذ برب الفلق من عينك. دقيقه خلي اشوف الخطا الفني. لونه رايح. نعم شوفوا يا جماعة كل واحد لون دقيقة لا مو لون لا هو كان يجي بس هو نفسه لأن يعني هذا نازل شوية بعدين يتعدل يلا سأوقف خلينا نصور الكل وبعدين أوقف زين دقيقة سؤال هاي ما راح أفتح لا بشرفك قبلت شنو رأيك بزوجك محمد حبابه حلو لا لا تقولين هيجي ورا الفيديو بالواقع شو تقولين يلا على اساس شو مسوي لي مو تقولون هيك النسوان انتم هسه كيف خلينا نصور طبعا هذه جبتها مال ماي بس بعد قد راقيت تجيها قلاصات انا جبت 6 قلاصات بس ما راح افتحها على مود وقت الفيديو بس يعني يمكن تقرب لهم حتى تصورهم ما شاء الله دقيقه يعني خطه ايش قد حلوه ذهب ذهب ما شاء الله ذهب علي من انا دا اقول على هذا اللي طرح ماشي محمد لا لا عليك والله العظيم كان عليك اوكي خلينا نشيل هنا لانه الله لا يراويكم الميز ايش صار هناك. كسر ولادي كسر. لا حبيب ماما هاي بفلوس بابا لا تكسر.
كسر براحتك حبيبي، على المزاج اشتغل، اهم شيء انت اعصابك. كسر وليدي كسر، برافو، عافية عافية. سبع باعوني ما راح اشد هسه ماكو وقت، بس هذا معون مال كيك هيك تجي هاي الفراشات همين. لا يا الله، حتى مال كيك عندك؟ طبعا هذا حتى مال كيك عندك؟ جبت منه اثنين على مود يصير سيت عندي، اخاف يجيني خطاب. وما عدا عندك بعد غير هنا اصلا؟ ليش ليش هيك ساره؟ ليش يعني ما جهزت مطبخي من تزوجنا صح لو لا؟ كنت انا مشتري لك وكل بين فتره كنت اشتري لك. وأنا أسأله أقول وين الفلوس الأنطيتشية، وين الفلوس الكارت، وين والله تقول شغلات ضرورية للبيت. طلع هاي الضروريات طبعا بنات براكم كتبوا له ضروري ومو ضروري. لا مو ضروري يعني حبيبي، مو أحلى يعني النساء تفرق عن الرجال في الأشياء الضرورية. كل رجال يحس إنه هذا الشيء ضروري، النساء يحسون ذا الشيء. إحنا الرجال إن نحس إنه شو اسمه تعداد الزوجات في حياة الرجل شيء ضروري. يعني واو دقيقة دقيقة سارة، هاي حلوة باي، هاي برافو يعني، هاي حلوة عجبتني. دقيقة بعدها ما كاملة. لا هاي حلوة. إيه أنا أحب شغلات، شوفوا هاي القطعة الوحيدة اللي تستاهل، أما البقية لا والله أنا ما يعني أنا ذوقي يختلف. هذا الشيء فاخر كلش كلش عجبني، راح أجيب منه أستورد وأبيع. حتى كل ما تشترين أجيب لك بالجملة والله. دقيقة. كلش حلو صار هذا. هذا تدري شنو؟ هذا الكبسولات مال القهوة مال الماكينة شغلته. صدق والله. طبعا هو كل هذا يراد لشك، بس هذا هيك شكله. بس باع ايش قد راقي؟ دقيقة خلي اخمن انه هذا راقي. واو. حلو. بس دقيقة هذا خل اشيله. بس دقيقة هذا القبغ شوي افتر، انت ما عرفتي مكانه، افتر هيك هسه خليها هسه يبين صح. هيك يعني اي على مود كله بالنص يصير هيك. اي حلو. عاش تدش. الكبسولات يا الله شيلي بعد. هذا خليه لي. ولك سامر ايش كسرت سامر؟ امك اذا تدري بيك تعرف شو تسوي؟ تشمرك من البيت بعد ما تريدك. لا يما كل شيء ولا جهاز تبغى إيه. يعني ابنك يكسر ابوي يشتري. هذا هذاك طلعي شوفي انا ادري عندنا من هاي نفس الحركة، عندنا نفس الحركة اي إيه بس. عندنا اسود جبت ويا ذهب. طبعا ما بقى شيء، بقى هذا الماعون مال كيك. بقى هواي بالكرتون. لا مو هسه دا احكي، بقى والله العظيم دقيقه مو بقى هذا الماعون مال كيك نفسه فتحته، وهاي باقي الكلاصات مال ذاك السيت، فما في داعي نفتح انا من وقت الفيديو وانا تعبت. من راح يلبني معي هو صراحه يجيني خطار ورسائل. انا بس مجرد اباوع وتعبت وقمت اسولف سوالف عجيبه وغريبه. بسم الله. هاي مو قلتي خلاص؟ يابا جابت كرتون بعد. والله ظهري قام. لا يا الله يا ريت كل وجع الظهر مثل هاي. جابت كرتون بعدكو؟ لا سكين السكينة حبيبي، يعني انت بعد لا تنصدم، هي انصفت الفلوس صراحة. صدق صار هاي السكينة للبيت تحتاجيها بيوم من الايام. اذا شفتيني ما انجلط فانت حاولي بيدك. لا حبيبي ادوى الي قول مرتي بس باع السعادة اللي بوجهي بربك ما استاهل. شوف ايش قد انا فرحانة، صار لي ثلاث ايام مريضة من الفراش ما داقم صح ولا. شوف شلون كلنا شباب ما شاء الله. واو يعني هيك بهذا تصيرين زينه، يعني مرضكم كذاب اذا. لا حل مو كذاب، بس يعني اكو عالم تتونس باشياء معينه تصحصح، فاحنا هاي الاشياء ماشي حبيبتي بالعافيه عليك. هاي اخر مره لو شنو؟ لو اكو بعد؟ لا اكو بعد صندوقين نشاركها على التيك توك. راح يجين؟ اي صراحه انا هاي مطلبتها، بس ما اعرف اجد الزوليه ولا يمكن هديه على العموم. والله شوف اذا شيء حلو معناته نيتي صافيه، واذا مو حلو يعني نيتك مو زين انت. انا هاي ما دافعه فلوسها صراحه. والله بلاستيك؟ لا قزاز بس هيك. شلون هذاك الديكور؟ هذا الديكور بس ما اعرف شنو هذول، ما ادري. والله حلوه ذني. هاي الالياس كلش حلوات. هسه راح تقولي وين سامر لعد؟ الياس وسامر اوكي. ما هاي من اتعارك انا ومحمد لان هاي باليه بس بيها لوف، بيها لوف، بيها حب. بس دقيقه شوف شلون لاوي ابوزها مثلي من الو ابوزي، فهاي اخلي بغرفه النوم مالتنا. من اتعارك وياه هيك شيء حتى يعرف اني زعلانه. كملتي؟ كملت. هاي هدية. والله بعد شنو؟ دقيقة هاي وين؟ بعد عندك غراض اكيد. هاي هنا. بسم الله. هذا شنو؟ تعال نفتحها. هذا مبين لي شكله. يا الله يا الله يا الله. بداية خير بداية خير. لأن استكاناتي كلها تكسرت صراحة، فجبت استكانات. ترى ما مدى يعرفون ليش دا أقول بداية خير. ليش؟ عبال ما أقول فشي حلو. أنت تعرفين شنو أقول بداية خير. ليش؟ يعني عدة تسوي لي واهس إنه أروح
اسوي حفله لنفسي. هاي استعاناتي بدايه خير، بدايه خير. لان هذا التهديد مبطن. بدايه خير. اي حلو هسه غير الباسورد مال الكارت مالته. اي والله بخوش فكره، ليش ما غيره؟ والله العظيم ليش ما دا اسوي العداني؟ هذه مبخره صراحه، هم مو هذا الشكل اللي طلبته، بس الشكل اللي طلبته خلصان والمندوبه عنده زكاه. بس لا حلوه 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 واو. بس انا كانت عاجبتني احلى. لا لا كلش حلوه، غريبه شكلها. بالعكس عاشت ايد المندوبه، ما اعرف من هي بس عاشت ايدها. بسم الله. هذا هسه ابو الياس راح يقول واو. هذا اي شفته يمكن قبل ما تختارين، قلتي لي اريد هيك شيء، قلت لك اوكي حلو. هذا حلو حلو. اي هذا عاجبني كان. يعني لانه مالتي هذا واو، يعني واو واو. مالتي صغيره فهذه كلش كبيره. هذا اختي من مكان. اي من شو اسمه؟ من نسمه الشرق. مو؟ اي صح صح اتذكر. اي هاي غراضه حلوه كلش، نسمه الشرق. هاي من نسمه الشرق يا جماعه، كلش حلوه. اي هذني شوفوا طبعا كلش حلوات وكلش. وهاي همين الاستكاين منها يمكن. كلها اي كلها، حتى هاي الوجه الهديه منها كان. بس مو كلها كرتون واحد يمكن. بس هذا الكرتون. اي هسه هذا الاخر كرتون من نسمه الشرق. بس شوفوا هنا أنا اكو مرايه واكو اضاءه. هاي الاضاءه بس المرايه ما تبين، لان شوفوا هسه اصبعي طلع. هذا من تشيلوها كلش حلو. والاضاءه خصوصا اذا ليل واو الاضاءه. مو غاليه بنات على فكره، سعرها يمكن 30 يورو، بها 25 قطعه مال بهارات، فراح تلملي كل البهارات. تذكرون اي مات وقت سويت الهدي اي واي، بس هذه احلى وارتب وهي بها لا هاي اني عجبتني، يعني انا من نوع مو كل شيء يعجبني، هذا عجبني كلش كلش. عجبني هاي بها اضاءات عده مو ضوء واحد. والله ضغطي على المرايه شوف. لا هنا هنا هذا مكان التشغيل، بس ما اعرف يمكن من ورا الاي طفى من ورا النايلون. شوف ابيض اصفر. حلو. ابيض واصفر حلوه. وبس احنا اللي هنا وصلنا لنهايه. لا خلصنا حبيبي طلابه. وبس حبايبي احنا اللي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كان فيديو خفيف لطيف جميل، قطينا بي ابو الياس قطه محترمه. طبعا انا غنيه واحب الهديه فاستاهل. اشتروا هدايا لنفسكم بوقي كارت. زين اذا هي تستاهل هدايا وابو الياس ما يستاهل خطيه؟ لا ابو الياس بس يدفع، يعني ما يستاهل يسوي له حفله. يلا حبايبي مع السلامة. أبو الياس قام يشخبط ويخربط، نحبكم. راح يضربه جلطة لذلك قام يخرف قصدك. هاي حبايبي سوري طولت عليكم، بس لأن كنت مريضة فرجعت لكم بهذا الفيديو. على مو صراحة ما عندي طاقة أنظف وأشتغل، بس اليوم أنا زينة راح أنظف البيت. صدق أكو سارة هسه دقيقة خليه. اكو هسه يقولون ليش العاد ابو الياس ما طلع وجه؟ اكو يجون جدد وهذا ومن يشوفون فيديو يقولون عاد ليش رجلها ما يطلع؟ اكو ما يعرفون اسمه من مثلا اذا جدد يقولون ليش العاد زوجها ما يطلع وهي تطلع؟ والله ما اعرف، مو اني ما اطلع، اني اطلع بالعاده، بس هسه هاي الفتره ما دا اطلع ولا ثم اني يعني من اصور لها ماكو داعي اني اطلع، لان اني دا اصورها، ان هي ارادت انه اصورها فقط مثل ما قال تومي. واغلب التصوير مثل ما تشوفون يا دا يكون طبخ او شيء فتح مشتريات، فيعني يعني هو ما يحب. انا اقول لكم لو طالعين فلوق عالي يطلع وياي. يس. فالمهم احنا نحبكم هواي، شكرا لكم، كتبوا له تعليقات حلوه حتى دائما يتشجع ينطيني الكارت واشتري اكثر بعد. احبكم لا لا عيب. باي 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 باي.